الإيمان بالكتب السماوية. هيا نعدد أركان الإيمان. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. الكتب السماوية هي صحف إبراهيم، توراة، الإنجيل، القرآن الكريم. هيا نكتشف اسم الكتاب السماوي من خلال الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اسم الكتاب القرآن الكريم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. اسم الكتاب صحف إبراهيم، التوراة. هيا نبحث عن أسماء القرآن الكريم. القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر. أكمل المخطط التالي. القرآن الكريم أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه بيان وتفصيل يدعو إلى عبادة الله وطاعته، حفظه الله تعالى من التحريف، جاء لجميع البشر.